المرجو الانضمام إلى قناة طبخ سهل وبسيط عبر الضغط على الزر الاشتراك الأحمر. إذا أردتم التوصل بجديد فيديوهاتنا فور نزولها اضغطوا على الجرس، ولا تنسوا دعمنا باللايك إذا أعجبكم الفيديو، وشكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أحبائي في قناتكم طبخ سهل وبسيط في فيديو جديد. اليوم إن شاء الله سوف أقدم لكم تحلية أو ديسير سهل وسريع التحضير بالفراولة نبدا على بركة الله. لدينا فراولة مقطعة على شكل قطع والكمية تبقى حسب الرغبة، وعلبتين جبن طري بالسكر وزن كل علبة 100 غرام، ومثلثين من الجبن أي نوع من الجبن خاص بالدهن. في إناء أضع الجبن الطري بالسكر، أضيف له الجبن المثلث، وأضع طبقة من الفراولة. أخرى من الجبن. أما بالنسبة للتزيين، أقوم بالتزيين بالفراولة. ببسكوي أصابع الست أو لبطوة، والتزيين يبقى حسب الرغبة. أتمنى أن يعجبكم الفيديو. للمزيد من الفيديوهات لا تنسوا الاشتراك في قناتكم طبخ سهل وبسيط، ولا تنسوا الضغط على زر لايك من أجل أن تدعموني، وزيارة صفحتنا على فيسبوك. ودمتم في رعاية الله.